كلمته ووجعه كتير وجامه برعايته وقوته. وراح احكي عن جدودي واقول كلام كتير وهغني على الرباب طول ما ليالي طويل. وراح احكي عن جدودي واقول كلام كتير وهغني على الرباب طول ما ليالي طويل. قول يا شيخ رافض قول سمعنا كلام رافض. عيني عليك يا عم مراد احباب الرب احبابي في الله اهل وناس في كل مكان عوافى عليكم. اهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من سيرة ابونا ابراهيم. اخواتي الحقي في كلام ربنا متعة الواحد ما يزهق مني هواص غير ان احكي عن واحد من أبطال الإيمان. إحباب الإعزاز على قلبي وقفنا الحلقة اللي فاتت لما إبراهيم طرد هاجر وإسماعيل ولده وطلعت هاجر هايمة على راسها في الصحر وكيف المية اللي وياها خلصت وراحت هملت إسماعيل ولدها تحت الشجرة وهو عيبكي وهيموت من العطش. ايوه وربك اللي متابع الاحداث ومراقب اسمع ابوك ما يريد يا
مصرية يمكن يكل لي منها عيال. أيوة ونرجعوا يا أحباب نجيبوا سيرة أبو مالك لما جه وقال لابراهيم احنا شايفين كيف الرب وياك. قام ابو مالك قال له احلف لي يا ابراهيم انك مش راح في يوم تغدر بي ولا بنسلي. كيف ما احسنت ليك وانت متغرب عندنا. ايوه وحمل على حماره وخد معه من الظلمة اتنين وسحق وياهم وكمان حاطب وحمل قاصد أرض المرية ومسيرة معاه النار والسكين وللجابة
إبراهيم بنى مذبح لربه وحط الحطب يا ناس وسحق فاجيه متكتف مد إبراهيم يده وتناول السكين لجل ما يذبح ولده خروف متشعلق من قرونه في شجرة قام طوالي راح جايبه وراح مدلس حاج من على المسبح وحط الخروف بكانه وقام ولع فيه النار وقدمه محرقة بدل اسحاق ولا ثم نادى ملاك الله إبراهيم ثانية من السماء وقال أقسم بذاتي يقول الله لأنك فعلت هذا الأمر ولم تبخل علي بابنك الوحيد سأباركك بكل بركة وسأعطيك أحفادا بعدد نجوم السماء وحبات رمل الشواطئ. إبراهيم في امتحان وامتحان صعب قوي وراح يطل على إبراهيم
ويشوفوا هيسقط في الامتحان ده ولا هينجح. بس ربنا قصده من الامتحان ده هو ان ابراهيم يشتد ويقوى عوده في الطاعة، ويشوف ابراهيم وصل لحد فين في الايمان. صح اتعلم من السنين الطويلة اللي فاتت اللي كان فيها لسه كيف الخروف الصغير اللي لسه عيقوم ويمشي خطوات اللولة. كان لازما من اختبار صعب يعدي فيه ابراهيم، ونجح ابراهيم نجاح عظيم في الطاعة. وعرف ابراهيم ان ربنا موجود في الامتحان ومراقب وعيدبر كل شيء من عنده. اخوي مرات كثيرة ربنا عيدخلنا في امتحان وعيطلب منينا صح، عيطلب منينا كيف نضحي بالسمين والغالي واعز شيء عندنا، ويشوفنا كيف هنطيع ربنا، وهيشوف طاعتنا صح ربنا شكله ايه. طوالي هنكون صعب علينا نطعوه في الغالي والسمين اللي عندنا. واستنوني الحلقة الجاي وتصبحوا بالخير يا أحبابي.